أهما. فلما غفل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فخرجتا، وكان ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك بعض الأحباش يلعبون بالحصان وبالرماح، فقال لسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: أما تشتهين أخبري؟ فقالت: نعم. فأقامها الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه، وخدها على خد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت سيدة عائشة: حتى إذا مللت يعني من النظر؟ قال: حسبك. قلت: نعم. يعني بكفك؟ قالت: نعم. قال: النظر إلى الأحباش وهم يلعبون ليس هو من نفقة المنزل، وليس هو أمر ضروري، ولا هو أمر حاجة، وإنما هي قضية تعليمية وقضية ترفيهية. الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي هذه الحاجة أو هذا المطلب الترفيهي وهذه الحاجة النفسية عند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في أن ترفه عن نفسها إذ تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون. حتى إن من تجسيد الرسول صلى الله عليه وسلم لقيم الوصية بالخير للنساء بأنه كان يقوم في بعض الأحيان ببعض الألعاب الرياضية المشتركة مع نسائه، كالسباق، كالجري، كالركض، وفق ضوابطها الشرعية. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية، يعني لسه بعدني صغيرة، لم أحمل اللحم، يعني بعدني لم أسمن. فقال للناس: تقدموا، يعني تقدموا للأمام حتى يستفرد هو والسيدة عائشة في السباق. ثم قال لسيدة عائشة: تعالي حتى أسابقتي. قال: سابقته فسبقته. فسكت عني، يعني مكث فترة من الوقت، حتى إذا حملت اللحم وبدنت يعني أمنة ونسيت يعني ذاك الموقف السابق، خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس: تقدموا. تقدموا ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول: هذه بك. ما أجمل الحياة الزوجية لما تكون قائمة بين الزوجين على هذه الروح الطيبة. لأخت محمد، يا مرحبا، شكرا على البرنامج، كثير حلو كثير مفيد، وإياكم إن شاء الله أخت محمد. جلب عندي استفسارين سؤالين. تفضلي. أول شيء أنا متزوجة وزوجي مثلا ما بدي أروح على أيوة يظل يعني ما بيخليني من أول كلمة، يظل ابنهم ما بيخليني، وهو يعني من تزوجني صرنا 5 سنوات يمكن ما عمر راح معاي على أهلي لما أروح لحالي. نعم. وكمان إن أمي خايفة، هذه يعني هذه المشكلة. طيب وضح السؤال، سؤال ثاني أخت محمد. سؤال ثاني، هاي سؤال ثاني مو يعني الزوجية، هاي والدتي اخوانها، يعني هي مثلا ظلها تحكي عليهم اخوانها يجوا على بنتهم اللي ساكنه جنب امي وما بيصلوا على امي. نعم. يعني دائما الحد هيك بس بدنا نصيحه يعني. نعم. طيب ماشي، ان شاء الله تسمعين الاجابه بعد الفاصل. ايها الاخوه وايها الاخوات، ناخذ هذا الفاصل القصير ليكون تفهمون. يا القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.